محمد صلاح، ولد في أسرة رياضية وبتحب الكرة. والده كان لاعب كرة في مركز الشباب. محمد زيه زي أي شاب في فترة الطفولة حب الكرة وحاول يمارسها طبعاً في الشارع وفي مركز الشباب. والده رأى فيه الموهبة، بدأ يتحرك وراح به المحلة. وعنده 12 سنة لعب في نادي اسمه نادي اتحاد بسيوني. بعد كده في كشاف جاي بالصدفة يطلب لعيب من البلد، قال لهم ممكن تعملوا تقسيمة، كان محمد موجود فعملوا التقسيمة. فهو كان جاي ياخد لاعب تاني اسمه شريف، فغير الدفة ورجع خد محمد واعجب بمحمد بشكل كبير وقال له ايه رايك تلعب في نادي عصبة صول في طنطا. خلال ايام بسيطة كان محمد يعني رقم واحد في طنطا، فمباشرة بعتوا له النادي المقاولين العرب في القاهرة. كان بيعاني رحلة عذاب يومية من البلد للطريق، ومن الطريق يبدا ياخد لمركز بسيون، وبعدين من مركز بسيون ياخد لمدينه طنطا، وبعدين من مدينه طنطا ياخد لحد شبرا الخيمه، ومن شبرا الخيمه ياخد للجبل الاخضر اللي هو مقر مقاولين العرب، ويرجع بنفس القريه يعمل تمرين ويرجع نفس الوضع يبات في القريه هنا. احنا شعب لعب كوره قبل كل الشعوب المنطقه. الكوره دخلت مصر مع الاحتلال الانجليزي سنه 1882. احنا لعبنا كورة سنة 1895. الشعوب المجاورة لنا لعبت كورة بعدينها ب 30 و40 و50 سنة. فالتاريخ هنا جزء من قوة الكورة المصرية. مفيش حاجة بتفرح الناس إلا الكورة هنا. يعني ممكن تنسيه الهم. كورة بالنسبة للمصريين هي مصدر سعادة متجدد يعني. أنت أما بتتولد يعني ما بتصنف زملكاوي وبتصنف اهلاوي. هو الاهلي طبعا معاه ريكوردز الدوريات في مصر، ويجي بعديه الزمالك في ريكوردز الدوريات. على مدار التاريخ كان هم على طول منافسين، حتى لو عدت علينا شويه سنين ممكن تعاني فيها ان فرقتك ما بتكسبش، لكن هي على طول مصدر سعاده ليك في مصر. الكرة لعبه شعبيه، لعبه بيبقى فيها فريق بيشجعه، وهذا الفريق فيه ابطال هم ابطاله بيلعبوا بالنيابه عنه، ولما بينتصروا هو اللي بينتصر. عشان كده بتلاقي الانفعالات بالكوره انتصاراتها وانكساراتها اكستريم. Egypt is no stranger to soccer violence. There doesn't seem to be an end to the violence in the city of Port Said. The worst case of football violence in Egyptian history. At least 72 people were killed when soccer fans attacked fans of a rival club. Rival El Masri had just scored an upset win over El Ahly when fans charged the field and attacked players and one another. طبعا الحادثه يعني تذكر في جميع تاريخ الكوره يعني في الحادثه المؤلمه. سببها يعني اسباب كتير، وكنا لسه خارجين من بعد 2011 ومشاكل امنيه، وكنا لسه مش عارفين نظبط الدنيا. فاعتقد اللي حصل ان هو شويه الامن وكتر الجماهير ما قدرش نسيطر على الدنيا، فبقت للاسف حصلت الحادثه دي. بقينا من غير جماهير من ساعه حادثه بورسعيد واللي مات فيها 72 مشجع الاهلي. للأسف دلوقتي الكرة المصرية يعني عندها مشكلة. طبعا موضوع الجماهير مش موجودة دي أزمة يعني. حتى لو احنا بنحاول نبين عادي يعني الدوري شغال وكده، تظن ان الكرة المصرية من غير جمهور فاقدة يعني الجزء الحلو اللي فيها. The national team is important to all the people here. And at a time when there's so much hope for the future, this hope that we can qualify for the World Cup is, for me, an important symbol. If we do qualify for the World Cup, that doesn't automatically change
living conditions. It doesn't change unemployment. It doesn't change the illiteracy rate. But what it does do is it's something positive for the people. انا اتفرجت على ماتش صعود لكاس العالم ده اتفرجت عليه في البيت طبعا كان تجمع عائلي يعني زي اي اغلب المصريين يا اما تلاقيهم في تجمع عائلي يا اما كانوا بيتفرجوا عليه على القهوه برضه والتجمع العائلي الاكبر يعني اللي هي القهاوي يا تروح لصلاح يلا صلاح يلا صلاح الله يا رب يا رب يا صلاح محمد صلاح اما صلاح وهوبا الله 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 يا بلاد الله بعد ضربه الجزاء محمد صلاح محدش ولا قدر يشوف الاعاده ولا حد عارف ايه اللي حصل هو دخلت الشبكه وخلاص بقى ضحك وصويت كل حته في البيت كنت حداني طبعا زي كل المصريين يعني ولغايه النهارده كل ما التلفزيون يعيد البنالتي اللي بيلعبه محمد صلاح انا ببقى خايف احسن يضيع الناس ما كانتش بتحتفل بمحمد صلاح بس كانت بتحتفل بنفسها محمد صلاح دخل ابنه ناجح جدا ومتواضع جدا وبينحني قدام النجاح ابتسامته الحلوة البسيطة الطيبة دي تدخل القلب الصدق بيدخل القلب وهو البطل العربي والمصري الذي غزا بلاد الفرنجة احنا عندنا عقدة الخواجة عندنا ظن واحساس ان الاجانب احسن مننا مع ان ده مش حقيقي الاستعمار لما جه مصر غرس شعوبنا ان احنا شعوب اقل فصلاح هو البطل اللي راكب حصان ابيض وماسك سيف ويلعب وسط اوروبا لما جمهور ليفربول يغني للاعب مصري ويحتفي بهذا الاحتفاء ده بيرضي غرور المصريين وبيرضي غرور العرب محمد صلاح دلوقتي هو الحلم المصري الشاب المصري المكافح فعلا لينا كلنا كالمصريين كلها هو اللي مسيرنا عالميا مهتم بالكرة بقالي قد ايه يعني من يوم ما محمد صلاح دخل ليفربول محمد صلاح قدر ان هو يخلينا نعلي طموحاتنا يعني دلوقتي دخل مبدا اللي هو ليه لا ما بقاش احسن لعيب في العالم ليه لا ما بقاش احسن مهاجم في انجلترا ففكرة ان احنا رايحين كاس العالم برضه بنفس المبدا بتاع محمد صلاح اللي هو ليه لا ما تبقاش الاحسن في العالم مش في افريقيا بس بالنسبه لمصر هي عندها فرق قويه دفاعيا على الاقل ان شاء الله قدامنا فرصه كويسه اللي احنا ممكن نعدي الدور اللي بعده احنا كمصر كشباب مصر عايزين اكبر من كده بكتير عايزين نلعب النهائي نتمنى انها توصل للنهائي مره واحده نتمنى ممكن نصعد اول ليه ما نصعدش اول انا اتمنى ناخد كاس العالم